السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كورس علوم البيانات من الصفر إلى الاحتراف. خلال الكورس ده بإذن الله هنتعلم بايثون، هنتعلم أهم المكاتب عن علوم البيانات، هنتعلم إزاي البيانات بيتم تجميعها وإزاي نعمل عليها عمليات اللي هي داتا فيجواليزيشن، نخليها معلومات مرئية زي جراف تشوف السهم طالع لفوق وشركات السهم بينزل لتحت، في خسارة في مكسب، ازاي نقدر نعمل حاجة زي كده بحيث ان اليوزر او اي حد او اي مستخدم انت بتتعامل معاه يقدر يفهم البيانات دي. خلال الكورس دوت برضو كل دوت هو المخرجات بتاع الكورس، هيعمل 10 مشاريع مع بعض. كل الكورس هيبقى problem solving. يعني ايه problem solving؟ يعني مسائل برمجية بنحلها بحيث ان انت تشتغل بايدك فتطبق. الكورس كله هيبقى practical، مفيش حاجة نظري عندنا، كله practical، كله تطبيق تطبيق تطبيق. تعالوا النهاردة هنتعرف على منصة رواق وازاي تقدر تستخدمها بحيث ان انت تعرف تتحكم فيها خلال فترة الكورس كله، وبحيث ان المنصة تبقى بسيطة عليك، واي اسئلة او اي طريقة ان احنا نتواصل مع بعض تعرف تتواصل وتعرف نتفاعل مع بعض بإذن الله. اول حاجة ديت عن المادة، هتدخل كده هتشوف المنظر دوت كل حاجة هتتشرح، التعامل مع الفايل والراندوم والفانكشن والكلاس وحاجات ومكاتب كتير هنتعرف عليها خلال فترة الكورس. وكل المكاتب وكل حاجة عن البايثون هتكون هنا بإذن الله. خلال الكورس دوت أنا كاتب هناخد شهادات عالمية، ماشي، شهادات من موقع هاكر رانك، هنروح نتعرف على موقع هاكر رانك. بس قبل ما نروح لموقع هاكر رانك أحب أقول على حاجة، في نهاية الكورس دوت بإذن الله هيكون في مسابقة، هنعمل مسابقة لكل الطلبة اللي هتخلص الكورس معانا. ان شاء الله المسابقة دي هيكون في جوائز، الجايزة هتكون حساب على موقع لينك داتا كامب. الموقع دوت عالمي في الكارير تراك. يعني ايه كارير تراك؟ يعني بيبقى فيه تراك كامل للتوظيف، بحيث ان انت بتاخد، انا هدرس ماشين ليرنينج، بيدرسوك من البداية لحد النهاية بكل حاجة، منهج قوي جدا عالميا، بحيث ان انت تخلص الكورس وتنزل تشتغل على طول، بيلم كل حاجة وبتعمل مشاريع وبتطبق حاجة. الموقع ده مدفوع بإذن الله. بعد المسابقة ديت ان شاء الله هناخد عدد كبير، ماشي، وهنخليهم بإذن الله ياخدوا حساب لمدة سنة على الموقع دوت مجاني. ده ان شاء الله بخلال مسابقة هتتعمل وهنحدد مين افضل ناس، وعلى اساسها ان شاء الله هتكون هياخد الايميل دوت على موقع داتا كامب. يلا نتعرف على منصة رواق. منصة رواق اول حاجة فيها عن المادة، هتدخل كده اول ما الكورس يبدأ هيظهر لك كل دوت قدامك. اول حاجة عن المادة دوت هتشوف فيها لو في اي شرح للمادة هنا، وصف والخريطة كلها بتاعت المادة ومتطلبات المادة والمخرجات المتوقعة او اللي انت هتطلع بيه من المادة. بعد كده هتلاقي في حاجة اسمها تنويهات، ماشي، انا بشرح من الكورس اللي فات علشان اوريك المنظر كله هيبقى عند الطلبة ازاي. ده حساب طالب، ماشي، مستخدمه علشان اشرح لكم الموضوع كله هيكون ماشي ازاي. تنويهات دي اهم الحاجات اللي انا ببعتها لك، بيبقى في حاجات بيبقى فيها لينكات الزوم اللي بتكون داتا جوجل ميت، علشان بيكون بإذن الله كل جمعة في لايف مع الطلبة، بنقعد مع بعضينا وتبقى نقاش، اي حد عنده سؤال بيسأل وبرد عليه لايف، او اي حد عاوز شرح لايف، بيبقى يوم الجمعة بإذن الله وبيتحدد الميعاد بتاعها. فالتنويهات ديت بيتبعت فيها الروابط، اهم حاجات لو في كورس قادم، فالتنويهات ديت ابقى ركز عليها، وكده كده بيوصل لك بيها ايميل على ايميلك، كده بيجي لك رسالة على ايميلك بيقول لك والله في تنويهات او في حاجة حصلة جديدة في الكورس. هتلاقي في حاجة اسمها الحائط، الحائط دي بيكون اي حاجة عاوز تشاركها مع باقي الناس، مع كل زمايلك في الكورس، بتكتب لهم في معلومة جديدة انت طلعت بيها، في حاجة جديدة عاوز هم يدخلوا يردوا عليك، حاجة نقاش، بتبقى هنا في الحائط اهم الحاجات اللي انت ممكن وصلت لنتيجة جديدة ووصلت لحاجة جديدة عاوز تقولهم عليها، ماشي، تتنشر هنا في الحوض. هتلاقي حاجة اسمها نقاشات، ديت انت عاوز تسأل سؤال وانا ارد عليك،
او اي حد من المحاضرين اللي معانا ماشي يرد عليك، بتلاقي سؤال جديد تكتب سؤالك وان شاء الله في خلال اقل من 24 ساعة هتلاقي الرد وصلك، او بتسألني على الواتس على الرقم باذن الله اللي هيكون متاح معاكم. هتلاقي في حاجة اسمها نشاطي. نشاطي ديت كل الحاجات اللي انا اتفرجت عليها ماشي، تابعتها، كملتها، المهمات اللي عليا، الأنشطة اللي أنا عملتها، كل حاجة، ملخص الأنشطة كلها هتلاقيه هنا ماشي. هتلاقي الحاجات اللي اتفرجت عليها، الحاجات اللي ناقصالك، الحاجات اللي المفروض هتخلصها، المهمات، تقارير هتتسلم، وهكذا. هتلاقي في حاجة اسمها محتويات، ودي أهم حاجة بالنسبة لك. هتلاقي تقسيمة المادة فيها، هتلاقي كل التقارير اللي مطلوب تسليمها، هتلاقي الفيديوهات اللي انت هتسمعها ماشي. خلصنا الكورس هتيجي هنا تكتب نهاية المادة او انهاء المادة، بتدوس عليها بيطلع لك الشهادة من شبكة رواق ماشي. هل دي الشهادة الوحيدة اللي احنا هناخدها؟ طبعا لا، هناخد شهادتين تاني. اول شهادة هتكون البايثون بإذن الله من موقع هاكر رانك. ده موقع هاكر رانك، والرابط هيكون معاكم عشان هيكون عليه مسائل كتير هتدخلوا تحلوها. هتلاقي ماشي من البايثون ديت الشهادة بإذن الله، هتمتحنوا الامتحان بتاعها وهتاخد الشهادة ديت. وموقع هاكر رانك هو موقع عالمي، فالشهادات بتاعته معترف بيها في كل الشركات أو بيتاخد بيها ماشي. وهناخد شهادة تاني بعد ما ندرس الـ EDI والسيلينيوم، وإزاي نجمع داتا عن طريق الـ EDI. هندخل الامتحان بتاع الريست اي بي اي، وبعد ما ندخل الامتحان دوت هناخد الشهادة اللي هيكون شكلها زي كده ماشي. دلوقتي في تقرير انا عاوز اسلمه ازاي؟ بنيجي هنا لتقرير زي دوت ومطلوب يترفع. هتلاقي كل الصيغات اللي ينفع يترفع بيها التقرير. احنا اهم حاجة بالنسبة لنا بي دي اف وايه والدوك اللي هو وورد ماشي. انا هاجي اهو دخلت على الوورد زيكم، باجي بعمل هنا بطلع صفحة جديدة في الوورد، وانا مفروض بختار الملف بتاعي وبرفعه. انت بترفع لي الصورة من موقع هاكر رانك، بتقول اللي انت كونجراتيوليشن باشمهندس فلان خلص المسألة ديت ماشي. دلوقتي هنعملها ازاي؟ بدل ما تنزل برنامج وتعمل سكرين، ممكن تيجي عند علامة الويندوز تقف عليها وتدوس على شيفت واس، هيطلع لك الصفحة ديت. هتحدد المكان اللي انت عاوز تاخده سكرين ماشي، وتيجي تحدده وتسيب الماوس، هيتاخد كده اكنك خدته كوبي. هتروح كنترول في تسيف معاك كده، تحط اهوت في ملف الوورد، هتسيفه من فوق من فايل، تعمله سيف از، وهترفع الملف بتاعك ماشي. حاجة وقفت قدامي نفس الموضوع، هتاخد السكرين وتبعتها لي على الواتس، وهتواصل معاك على طول وبإذن الله هرد عليك. بس معلومة، لما انت تيجي تسألني على الواتس اعرف ان انا ساعات مش ببقى موجود على الواتس ماشي، فبرد عليك بس ان شاء الله برد في خلال يوم، يعني 24 ساعة وتبقى الإجابة وصلت لك ماشي. هل هيبقى في جروب للكورس؟ بإذن الله في جروب، وهنشوف ايه المتصفح اللي احنا هنكتب عليه وايه الطريقة وازاي اجيب الماتيريال، وهنكتب على ايه، وينفع اكتب لوكال ولا هنكتب كل حاجة على النت. ان شاء الله دوت هيترد عليه في الفيديو الجاي. ديت اهم الاسئلة اللي انتوا هتسألوها، وبإذن الله بنرد عليها في بداية الكورس. واخر حاجة نقولها في الكورس في الفيديو دوت، علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.